عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. بعد المعلومات الإضافية حول فصيلة الدم بي، تبقى لنا فصيلة الدم أي بي هي الأخيرة إن شاء الله. وهذه الفصيلة فصيلة الدم بي هي تمتاز بقدرتها على الحليب، فهي تهضم الحليب، وهي نوع الدم بي هو النوع الوحيد الذي يهضم الحليب. ولديه يعني قدرة، لماذا؟ لأن لديه مولد، فلديه فصيلة الدم بي كما أسلفنا، لديه مولد للبيتا جلاكتوزامين، هذه الدي عفوا دي جلاكتوزامين، وهذه الدي جلاكتوز هو هذا السكر، دي جلاكتوز هو الموجود في الحليب، هو السكر الموجود في الحليب، لأن السكريات في الطبيعة كلها على شكل دي، ولما تكون على شكل ال تكون خطيرة. والحمضيات الأمينية عكس، الحمضيات الأمينية كلها على شكل L، وإذا كانت على شكل D تكون خطيرة. يعني هذا خلق الله، لا يقدر أحد يعني يتدخل فيه. فالفصيلة الدم بي ولو أنها يعني توازن بين الحيوان والنبات، فهي تستهلك الاثنين، بالانس يعني ميزان، هذه بي جاءت من بالانس، ويجب أن يعني أن يكون تكافؤ بين النبات والحيوان، لكنها لا تقدر على اللحوم بكثرة، اللحوم بكثرة أعيد، ولا تقدر على الدجاج، فالدجاج خطر بالنسبة لهذه الفصيلة. لماذا؟ لأن فيه ليكتين يتفاعل أو يحدث التلازن، يتفاعل مع سكر الأرابينوز ويحدث التلازن، يعني هذا تخثر للأجلوتينيشن، هذا بالنسبة لفصيلة الدم بي. فصيلة الدم بي إذا أكثرت من اللحوم، إذا أكثرت من اللحوم أقولها مرتين، تصاب يعني بجلطة القلب، جلطة دماغية، ستروك، تصاب بالجلطة الدماغية وليس بجلطة قلبية، لأن الدم لما يحبس على لما يحبس على المخ فنسميها ستروك يعني جلطة دماغية، ولما يحبس على القلب نسميه هارت اتاك يعني جلطة قلبية. فالفصيل الدموي بي إذا أكثر من اللحوم يصاب والدجاج ممنوع عليه، ولكن اللحوم الأخرى إذا أكثر منها يصاب يعني بجلطة دماغية ويصاب بارتفاع الضغط، يعني إن ارتفاع الضغط يلاحظ مباشرة لما هذا الفاصل يكثر من اللحوم، ثم يصاب بالأمراض المناعية، وهو هذا الفاصل هو الأول في الفواصل كلها، أعلى نسبة التي تصاب بالملتيبل سكليروزيس يعني بالتصلب اللويحي، وتصاب كذلك باللوبس هذه الذئب الحمامي، فهي من فصيلة بي، أكبر يعني نسبة هي فصيل دموي بي. هذه استقراءات وأبحاث يعني أجريت على الفواصل الدموية، ولا زالت الأبحاث تجرى كثيرا، ويعني فأنا تكلمت عن يعني هذا بيتر دادامو، هذا الأمريكي الذي وضع هذه الأنظمة لأربعة فواصل، لكن هناك أبحاث جارية دائما، وهي الآن تتجه في نفس الاتجاه الذي اتجه له بيتر دادامو، يبقى التحفظ على بعض المنتوجات التي يستهلكها الناس في مناطق أخرى من العالم، ولذلك لا يمكن أن يعمم هذا النظام، لكنه نظام أساسي ويعني يؤخذ منه ويساعد الباحثين في يعني إيجاد الحل لبعض المشاكل. فنحن لدينا منتوجات في بلداننا لا توجد في أمريكا، وكذلك هناك منتوجات، يعني تلاحظون على أن دادامو يتكلم عن توفو، هذا منتوج توفو، التوفو لا يعرفه العرب ولا تعرفه البلدان المغاربية أبدا، حتى ما هو، لكن نحن لدينا منتوجات أخرى مثل السمن هذا العربي أو الدهن العربي، هذا السمن يعني الزبدة متخمرة، ولدينا منتوجات أخرى نخلط فيها حليب متخمر مع نشويات، وهي الوجبة التي تناسب بي بامتياز، يستفيد منها فصيل دموي بي بامتياز، لأن ولو أنه لا يقدر على القمح، فإذا كان هذه الألبان المتخمرة يعني تستهلك مع شعير أو مع رز فهو يستفيد منها كثيرا. هناك منتوجات أخرى، يعني نحن كل بلد لديه عاداته الغذائية، ولا يمكن أن نطبق هذا النظام دادامو هذا في بلدان أخرى، لكنه يبقى أساس، وأساس يعني جيد، يعني أساس ممتاز لكل الباحثين يعني أن يستفيدوا منه. فصيلة الدم بي يعني لا تقدر على بعض المكونات، على بعض المنتوجات، ولذلك فنحن لدينا في بلداننا نستهلك أرجل الحيوانات، يعني هذه كراوي البقر، وحتى كراوي الغنم، هذه أرجل الغنم وأرجل البقر، ولدينا وجبات ممتازة ويستهلكها الناس بكثرة في المغرب، هذه يعني هذه أرجل التور أو البقرة، هذه الكراوي هذه وتستهلك بكثرة، فيها جيلاتين،
لأن الكولاجين لما يطبخ على حرارة عادية على حرارة عالية لمدة طويلة يتحول إلى الجيلاتين، والجيلاتين يسبب يعني انزعاج كبير لفصيلة الدم بي، فصيلة الدم بي لا يقدر على الجيلاتين ولا يقدر على هذه المنتوجات. وكذلك المواد الغذائية التي تدخل فيها الجيلاتين فهي تسبب انزعاج كبير لفصيلة الدم بي، لديه مشكل مع الجيلاتين هذا البي، ولديه مشكل كما أسلفنا سابق. ولو أن بعض الإخوة قالوا بأن القرفة لا تسبب لهم أي خطر، لكن هل يستهلكون القرفة أم الأكاسيا؟ أما القرفة يعني الحقيقية السينامن فينزعج من فصيلة الدم بي، إلا أن يكون بعض الأشخاص حالات خاصة وتأقلموا وتكيفوا مع استهلاك بعض المنتوجات، فهذا لا نعمم يعني ليس مطلق 100%، لكنها معلومات تساعد الناس فقط. وهناك كثير من الناس يعلمون جيدا أن بعض المواد الغذائية تسبب لهم انزعاج ولا يعلمون لماذا، ولا يعلمون لماذا تسبب هذه الأشياء، فلأن فصيلتهم الدموية لا تتوافق مع هذه الأشياء. فمثل الأو مع الفول ومع الحمص ومع القطاني والقمح، ومثل مثلا الأي مع اللحوم والحليب، ها الأي الحليب يسبب له انزعاج خطير جدا. ثم البي مع الدجاج مثلا، فالبي لا يستهلك دجاج والا سيكون لديه مشكل يعني في تغذيته. فصيل دموي بي لا يقاوم السرطان مثل الاي، الاي لا يتعرف على السرطان يعني مع الاسف. الاو يقاوم السرطان، البي لا يقاوم السرطان، ولذلك حالات السرطان يعني الان استقراءات يعني هذه احصائيات statistics نجد دائما ان اول هو الأ متبوع بالبي ثم الاي بي ثم الأو هو الأخير، نجد دائما على رأس القائمة في حالة السرطانات نزيد الأي ونزيد بي. وكهذه يعني هذه السكان اليابان وكوريا والصين الآسيويين لما هاجروا إلى أمريكا بدأوا يصابون بسرطان القولون بعدما كانوا يصابوا بسرطان المعدة. فلماذا؟ لأن لديهم فواصل دموية يعني لا تقبل اللحوم مثل الأي مثل. ثم لما هاجروا إلى أمريكا تغير عليهم استهلاك، ليس هناك رز ولا عنبات يعني بدأوا يستهلكون هذه، ولذلك أصيبوا بهذا السرطان لأن نمط العيش تسبب لهم في هذه. وهناك نسبة عالية عند الأي، الآسيويين في أمريكا نسبة عالية من الأي هو الذي يصاب سرطان المعدة وسرطان القولون، ويصاب كذلك إذا كانت المرأة بسرطان الثدي عند الأي. البي يصاب بسرطان ولا يقاوم سرطان يعني هو أحسن من الأي. والبي يصاب بعياء شديد يعني لا يقدر على العمل بقوة ويعني يصاب بعياء وينهك، البي ينهك يعني هذا. ومع طول العمر لما يتقدم في السن يصاب بالنسيان، البي يعني يصاب بالنسيان حاجة عادية عند البي لما يتقدم به السن بدون أن يسأل الناس لماذا. البي لما يتقدم به السن يصاب بالنسيان، لديه جهاز عصبي يعني لا يتحمل هذه الأشياء اللي يعني لما يشيخ الشيخوخة تصيب جهاز العصبي عند الفصيل الدموي بي بقوة، ليس مثل الفواصل الأخرى مثل الأو مثلا. والبي هو يصاب بعياء وينهك ولا يقدر على العمل بقوة، هذا البي. لأن لماذا؟ لأنه يفكر ويركز، لأنه يركز مع الأعمال مثل الأي يريد التركيز من الأي، ولديه بعد النظر هو ينظر إلى الأشياء قبل أن يعملها، ينظر وينظر إلى هذه الأشياء ما هي يعني الكمية، كمية العمل التي يمكن أن يقوم بها البي. فهو إذا عمل بنظام فلا يصاب بشيء، إذا عمل عشوائيا هكذا يعني يعمل عشوائيا فهو ينتحر. فيجي يعني هو البي لازم أن يكون لديه بالانس في كل الأشياء، بالانس في الحالة النفسية، بالانس في الحالة العضوية الجسمانية، بالانس في العلم في التغذية، بالانس في العمل، بالانس في النوم، يجب أن يكون له توازن في كل شيء. يعني لأنه البي منظم، وسنرى أن الأي بي منظم أكثر منه، يعني أعلى درجة من التنظيم عند الفواصل الدموية هي الأي بي. الأو ليس لديه مشكل، الأو ليس لديه مشكل لا في التنظيم ولا في أي شيء، ينام في أي مكان، يخرج في أي وقت، يأكل في أي وقت، يعني ليس هذا يعني لديه مرونة كبيرة في حياتي هذا الأو. الفواصل الأخرى لا، ولذلك فنسبة الأو قوية في العالم يعني بكثرة، ثم يتبعها بالآتم وبالبي والأي بي هو الأخير، ولي فيه نسبة قليلة قد لا تتعدى 1.5 في بعض المناطق،
قد تصل إلى أقصى 4.5 في بعض المناطق الأخرى. فالبي هذه هي خصائص يجب أن يحذر هذا الفاصل بي، هذا يجب أن يحذر الناس من يعني من هذا اللي عندهم فاصلة الدم بي، يجب أن يحذروا الدجاج، لا من الأحسن أن لا يستهلكوا الدجاج. إذا استهلكوا دجاج بالهرمونات فسيكون كارثة على فصيلة الدم بي، لا يتحمل هذه اللحوم السريعة مثل الأي كذلك لا يتحملها، ولكن البي تضر. أما الأو ولو أنه لاحم لا يتحمل اللحوم المنتوجة بالهرمونات، يعني هذه فصيلة دموي بي. سنرى فيما بعد إذا كان يتزاوج مع الأي ولا مع الأو، سنخصص حلقة للفواصل كلها في نفس الوقت، لأن هناك عائلة فيها فواصل دموية أربعة. إذا كانت المرأة أي والرجل بي أو العكس، أو الرجل يعني المرأة بي والرجل أي، فالأي مع البي يخرج الأنواع كلها، يخرج الأي والبي والأو والأي بي. إذا كان الأو متزاوج مع الأو يخرج أو، وهكذا إذا كان البي متزاوج مع الأو يخرج البي ويخرج الأو. فهذه الأشياء سنرى، ثم سنرى ما إذا كانت المرأة هي اللي عندها أ أو الرجل هو الذي عنده بي والعكس، ثم إذا كانت المرأة أو والرجل أي، أو المرأة أي والرجل أو. يعني هذه أشياء كذلك مهمة في المجتمع، أنها ستساعد كثير من من الناس، عائلات كثيرة ستساعدها. وهناك من يعني عائلة فيها الأربع فواصل، فيها الفواصل الأربعة إذا كان الرجل أي والمرأة بي أو العكس، فيكون الفواصل كلها في يعني في المنزل. هذه شيء كذلك يجب أن نتكلم عنه. لماذا؟ لأن لا يمكن يعني أن نطبق مطلقا هذه الأشياء، لكن أن نفهمها وأن نحاول ما أمكن أن نعيش على يعني الأشياء المشتركة، الأشياء التي لا تضر الفواصل الأربعة بالبتات، فهذه تكون هي الأصلية في التغذية. ثم الأشياء التي تزعج ممكن أن نسحبها من غذاء يعني فاصل ما إلى آخره. هكذا سنتكلم عن الأشياء إن شاء الله، فإلى حلقة مقبلة. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.